اهلا بيكم في حلقه جديده وهبد جديد. سمعتوا عن الفاتي الرياضي او الهبد الرياضي؟ انا اقول لكم يعني ايه. الفتره اللي فاتت كلنا قعدنا في البيت او اغلبنا قعد في البيت، وده طبعا سبب مشكله، ما عندناش حاجه نعملها غير الاكل، عمالين ناكل، حتى لو ما كناش قاعدين ما بنتحركش. الاكل ده نعمه من نعم ربنا، لذه من لذات الحياه الكبرى. الناس اللي كانت بتتمرن زهقت، بطلوا التمرين لان كل حاجه قفلت، وبقوا يتمرنوا في البيت، فبطلوا حتى التمرين في البيت. ابتدى لما الدنيا تفتح طلعت ظاهره المدربين الاونلاين، لاننا تخنا من القعده في البيت، فابتدت الظاهره دي تنتشر اكتر. طبعا ظاهره مدربين الاونلاين كانت موجوده الاول، ما عندناش اي اعتراض عليها للناس المتخصصه، لكن للاسف الظاهره دي انتشرت بشكل تاني خالص، وطلعت ناس جديده تتكلم عن الرياضه زي الفيديو اللي احنا هنشوفه ده. صباح الخير يا جماعه، معايا كوتش ماهي. انا لسه مخلصه جيم حالا، وده المشروب بتاعي علشان يديني كافيين. في ناس كتيره سالتني على حاجات بيوتي اونلاين وكده، انتوا عارفين ان انا واخده كورسات بيوتي وهيلث اونلاين، وطبعا ممكن افيدكم جدا جدا. او في كمان لوليتا الامبيكا لونج لاستنج جميله. يا جماعه موضوع الدايت دوت وان انت ما تاكليش الكلام دوت مش هيلثي ابدا، ودي بدعه. انا بالعكس بقول لك كلي بيج ريبيتد ميلز، يعني كلي وجبات كتيره عشان الدوره الدمويه تشتغل وشعرك يبقى بيوتي وهيلث زي شعري كده. زي كده، انا عارفك بص عليا عشان بالظبط تيبيكال زي. ومعلش انا يا جماعه كل الجيمات والكوتشات صحابي واخواتي، بس انا رافع عليهم قضيه. يا جماعه معقوله انا ما كلمتوش؟ انا هدي اللي فوق يا عزمي، علشان موضوع البدع اللي عملوها بتاعك انه ما تاكليش دوت او تمتنع عن النشويات والكلام ده. انا بحب البنيهات جدا، وبحب الشيبسيات وبوز وقلبز والحاجات دي كلها، الموالح. كيس كبير كده لمين فيه بقى ايه؟ شويه شوكولاتات على شويه شيبسيهات على حاجه ساقعه على شويه عصاير، ها، وعلى ايس كريم لو عندك، ولو في سندوتشات حط. بس انا جعان قوي عطشان قوي. مفيش اي مشكله فيها، لان انا بمرنكم تمرين عنيف جدا، فانت كلي كويس قوي وتمرني معايا، وانا بمرن اونلاين كمان. مستنيه دعمكم ليا يا جماعه في القضيه، وان شاء الله يعني كلنا هنتمرن سوا نبقى فاير اب مع بعض. و يلا بقى علشان المناعه احنا محتاجين نتقوى اكتر. مع السلامه. طبعا الفيديو اللي احنا شفناه ده او الفاتي اللي احنا شفناه ده، بغض النظر كان حقيقه او هزار، يعني كارثه بكل المقاييس. لان كون ان انا اطلع اتكلم عن رياضه وانا مش متخصصه، دي في حد ذاتها مشكله كبيره جدا. او حتى لو انا بهزر، لان انا لو بهزر في ناس هتصدقني. طبعا في فاتي احنا كتير سمعناه قوي في الموضوع ده، وحته ان احنا مفروض نخس بشكل معين، ممكن ناكل كل الاكل طبيعي زي ما سمعنا، وان هي رفع قضيه على المدربين اللي هم بيقولوا لا لازم نظام رياضي او اللي احنا سمعناه ده بشكل عام. ده كارثه، كارثه يا جماعه. بدعت قضيه ايه اللي حضرتك رفعها؟ يعني حضرتك رفع قضيه بناء على ايه؟ واصلا ايه القضيه اللي اترفعت؟ اكيد الموضوع هزار مش جد. لا، واثقه من نفسيها، مش واخد بالها، لان استحاله في اصلا قضيه هتترفع من النوع ده. لكن تعالوا نتكلم على حاجه تانية في الجزئيه دي بالذات. كون ان انا يظهر مدربين اونلاين هم مش متخصصين او مش واخدين دورات او مش واخدين شهادات، دي في حد ذاتها كارثه. انا لما اجي اتمرن عند حد او اتدرب عند حد لازم اشوف سابقه اعماله ايه، درب مين قبلي، فين الشهادات اللي هو واخدها واخدها من مين. طبعا احنا عندنا مشكله، يعني تفشي في موضوع الاماكن اللي بتدي الشهادات كتير جدا جدا وعلى الرصيفه. لكن الفكره ان في شهادات معتمده من اماكن رسميه لازم الشخص ياخد منها شهادات للمجال اللي هو فيه. قبل ما انا اتدرب عنده واتمرن عنده لازم اشوف الشهاده بتاعته. مش اي حد يطلع يكلمني عن تمرين اجي انا اروح بمنتهى البساطه اروح يلا انا هتمرن عندك لمجرد ان هو محقق لي نسبه فيو عاليه او محقق لي فولورز عاليين على الصفحه بتاعته. طبعا احنا عارفين ان الموضوع ده في ناس كتيره قوي بتشتري حته اعداد الناس اللي على الصفحه، فدي ما بقتش مشكله. حته ان انا حد عنده مليون او حد عنده مثلا نص مليون فولورز على الصفحه، مش ده اللي هيكون مقياس ان الشخص ده شاطر ولا مش شاطر. الشخص ده ممكن يدمر لي المنظومه الجسديه الصحيه بتاعتي زي ما الاستاذه عملت كده. ولا بلاش الاستاذه، عشان احنا بقينا في الفتره دي نأسس ناس كتيره جدا. فخلينا نقول ان اهبدوا براحتكم، بس ابعدوا عن الحاجه اللي تدمر جسمنا، لان في الاخر احنا لا هنخس ولا حاجه. مفيش خسسان بدون رياضه،
مفيش اي خساسان بدون رياضه. ومش انا اللي بقول كده لان انا مش متخصصه، انا مش ههبد وخلاص واعمل زيكم، لا ده كل حاجه بتقول كده، حتى دكتور التخسيس اللي انتوا بتروحوا عنده بيقول لكم لازم الحاجه دي تاخدوها نظام غذائي مع رياضه. ما تقلوش قوي في الاكل يا اولاد علشان تقدروا تلعبوا الماتش. عامة رياضة أو مش رياضة حاولوا تبعدوا عن أي حاجة بتأذي جسمكم أو بتأذي صحتكم. بما أننا لسه في الهبد الرياضي فطبعا عندنا مشكلة، حكاية الهبد في التخسيس، إزاي أخس؟ وطبعا احنا شفنا المنتج الشهير اللي بيتكلم عن إزاي أخس في ثواني، وإزاي اللي عايزة نفسها تلبس سواري ودي أقصى أمنيتها، والتانية اللي لما خست افتكروها أختها وبقت مشكلة كبيرة جدا. طب ما تيجوا نشوف الأول الفيديو ده. صاحبتي بتحسبني ايه ده، ايه وانت اخت حكمت؟ بصت لها وقعدت تضحك، قالت لي لا بجد انت اختها، قلت لها انا اختها الصغيرة. زي ما احنا شفنا الإعلان طبعا كانت الحاجة الغريبة اللي طلعت ان استشاري الجراحات العامة والمناظير والسمنة دكتور محمد عباس اعلن على صفحته على الفيسبوك ان المريضة اللي طلع او الشخصية اللي طلعت في الاعلان هي اوريدي كانت احدى مريضاته اللي عملت عملية تكميم وخست من خلال العملية، وهي اتفاجئ ان هي راحت للمنتج ده ونسبت ليه حتة التخسيس، ودي على فكرة كارثة لان اكيد في ناس كتير قوي مشيت وراها. طبعا احنا عندنا مشكلة ان اي حد بيطلع ويقول انا يا جماعة خسيت من اللبانه دي او من البرشام ده او من اي حاجه بنجري جري ناخد الحاجه دي بدون ما نبحث ورا الحاجه اللي احنا هناخدها دي، هل هي تبع وزاره الصحه، هل هي في واخده المركز القومي للتغذيه، ولا يعني جهتها ايه ولا مصدرها ايه، احنا ما عندناش مشكله احنا بنجري وخلاص. عايزه اقول لكم ان الهري والهبد اللي حصل في الموضوع ده مش الاعلان، لا ومش الدكتور، مش كلام الدكتور، تخيلوا الهبد والهري حصل في ايه؟ في الردود اللي جات على البوست بتاع الدكتور. تخيلوا من ضمن الردود ان في حد دخل وبيتكلم وبيعلق وبيقول ان ده سر من اسرار المهنه، وما كانش صح ان الدكتور يطلع يفضح المريضه بتاعته. يطلع يفضح المريضه بتاعته ازاي؟ انت بتهري بجد؟ بتتكلم بجد؟ بتهبد يعني؟ هي اصلا اللي طلعت في الاعلان وقالت انا خسيت من خلال المنتج ده، وده دكتور بيقول انا دي كانت احدى مريضاتي، فهو مش اي هري واي هبد وخلاص. خلي بالكم ان في هري وهبد بجد بيودينا في داهيه، فخلوا بالكم ان الحاجه دايما اللي بتخسس خلينا نقول ان لازم نتاكد ان هي تكون تبع وزاره الصحه او مدركه ضمن المعهد القومي للتغذيه. المفاجاه بقى او مش مفاجاه لان اغلبنا عارف كده ان مباحث التموين بالجيزه قبضت قبل كده على مدير الشركة دي لان مدير الشركة غير مدرج بالصحة والمنتج مش تبع المعهد القومي للتغذية، لكن اعلانه لسه موجود لغاية دلوقتي. ازاي ما عرفش؟ مش مشكلة، احنا المهم خلينا في الهبد والهري بتاعنا على قدنا. بصوا في حاجات بشوفها قدامي غريبة جدا برضو، ما زلنا احنا في الرياضة بنتكلم عن الهبد الرياضي. يعني الاقي اصحابي مثلا بيتكلموا قدامي ان المدربين بتوع اولادهم بيقولوا لهم وانتوا بتتمرنوا خدوا مكملات غذائيه او خدوا هرمون، واطفالهم دول ما بيتعديش سن ال 12 سنه، ولما بيلجأوا لحد متخصص فعلا بجد مدرب متخصص واخد شهادات معتمده، المدرب بيقول لهم لا طبعا سن 12 سنه ما ينفعش اصلا ياخد حاجه زي كده، بغض النظر هي تنفع او ما تنفعش، لكن احنا بنتكلم على السن ده. ابتدى الهبد والهري في الموضوع ده كتير جدا لمجرد ان مدرب عايز يكسب فلوس، فمش مشكله يأذي طفل ما عندوش اي مشكله، عادي يكبر له عضلاته ما فيش مشكله، ما هو في الاخر هيبقى منظر ليه لما الطفل ده عضلاته تكبر فيقوله ايه ده، واو ايه ده، ده عمل العضلات دي ازاي. وبعدين احنا بقينا عندنا مشكله تانية خالص بقى، في حاجات احنا بنسمعها ان مثلا ايه، او يعني انا بسمع كتير قوي شباب مثلا يقولك ايه ده البنات بتعجب جدا بالولد او الشاب اللي هو جسمه عامل عضلات، فيروحوا الشباب رايحين جاريين يعملوا عضلات بشكل معين غلط، فالاطفال يعني الصغيرين اللي عندهم 12 سنه عايزين يعملوا زي الشباب عشان هم في سن مراهقه، فعايزين البنات تجري وراهم، فيعملوا ايه؟ يروحوا عند المدربين اللي بيقولوا خدوا مكملات غذائيه، فيبتدوا ينفخوا الحته دي وينفخوا الحته دي عشان بنت قدهم لسه بتاخد مصروفه يعني من باباها، ولا باباها لما بترجع متاخر بيضربها ويديها علقه فتبتدي تعجب بالولد ده، او لما يجوا بقى يهادوا بعض يهادوا بعض بالساندوتشات،
ولا اقول لكم ده كان على ايامنا احنا، مع ان ايامنا احنا والله ما كنا بنفكر في حاجه، كانت اقصى حاجه عندنا الحصه اللي جايه ايه، ازاي نهرب من المدرس ده ما ناخدش معاه الحصه. لكن دلوقتي الجيل اختلف، فخليني اتكلم على الجيل اللي قدي انا او الجيل اللي على الزمن بتاعي انا. فعايزه اقول لكم ان بجد خلينا نروح دايما للمتخصصين او الناس اللي فاهمه، هي دي اللي نمشي وراها. وخلينا قبل ما نودي اولادنا لاي مكان يتمرن، خلينا دايما نشوف ان الشخص ده يعني ايه، واخد شهاداته ايه، لان احنا خلي بالكم احنا هنضر طفل، صحه طفل، جسمه مش زي جسمنا، صحته مش زي صحتنا، اقل حاجه بسيطه هتاثر فيه. وبعدين احنا بننشا جيل، فتعالوا نهبد ونهري بس نبعد عن الجيل ده، الله يكرمكم، لان الجيل ده هو مستقبل مصر. فخلينا في اي حاجه نهري فيها الا جيل المستقبل. استنوني في هبد جديد وكلام جديد وحلقه جديده.